السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأننا في اللوب تول فممكن يتم اختيار أي تو فيسز ونشرح خاصية التويستد بريدج. نختار أي تو فيسز مقابلين لبعض بهذا الشكل، ثم من رايت كليك لوب تول بريدج. مبدئيا في سيجمنت، هنقول لكم أن السيجمنت هتكون لكم 10 سيجمنت. هو في الكوبك بيكون كالتالي، زي ما احنا شايفين بيكون متغير كالتالي. لو لينير هيكون بنفس الاستقامة. الكيوبك بيكون الشكل الجمالي أفضل. استرينس خلينا نشوف إن هل القيمة بتغير. الاسترينس كالتالي، فالاسترينس هتكون مش لازم تكون واحد في واحد، ممكن تكون نص أو بوينت فور بوينت ثري بوينت سيفن. الميزة في البريدج ان القيمة ديت بتغير كالتالي، فاذا الشكل بيصبح اكثر في شكل معماري يكون كالتالي. التوست لو اتنين زي احنا شايفين، لكن وان الاختيار بيكون كالتالي. طبعا على حسب السيجمنت، فاذا التوست هيغير. ريفرس هو المفترض، لو ريفرس دي كانت من الاول، فخلينا نشوف. القيمة واحد أو القيمة صفر، ده كالتوست. مع الاسترنس بيوصل كالتالي. ده كده كان ببساطة ازاي نعمل البريدج أو تويستد بريدج في بلندر 2.9.